فاتت شابة تلاعبت بمصير مسن سعودي وعائلته دون أن يدري، فبسطت عليه سيطرتها وأوقعته في فخ شباكها الخبيثة دون سابق إنذار. وما إن تمكنت منه بحيلتها غير المتوقعة، كشفت عن وجهها الآخر وباحت بأسرار ما تكنه في صدرها دون خجل، ليكشف أبناؤه بعد 5 أشهر فقط حقيقة ما حدث بين المسن المتصاب والزوجة له. وإليكم أصل القصة. في أواخر عمره قرر أن يختتم مسيرته الحافلة بتصرف آثار استياء أنشاله. بحث في نفسه طويلا حتى أدرك شيئا يمكنه من أسر تلك الهيفاء في عش زوجيته، لكن على ما يبدو أن القدر كان يخبئ له ما لا يحمد عقباه. أدركت الحسناء منذ البداية أن المسن السبعيني قد يفعل لأجلها ما يعكر صفو علاقته مع بيته الأول، لكنها كانت تتحفص لفرصة سانحة تخطف فيها مرادها وترحل دون سابق إنذار. أيام قليلة من زفاف استثنائي اشترطت عليه أن يقيمه على نفقته لها، وبدأت في نسج خيوطها أملاً في تحقيق مرادها بسرعة بالغة. سيناريو محكم وخطة موبوءة جعلتها قاب قوسين أو أدنى من حياة لا طالما انتظرتها، وأدركت فيما بينها أن الطريق إليها يمتد بذلك المسن وما لديه من أموال طائلة. لكنها كانت تعي تماماً حقيقة ما تريد، خاصة بعدما وضعت عينها على بيت يملكه يقدر برقم مهول. إذا تمكنت منه ستفوز بكل ما لديه. تحججت الحسناء الشابة فجأة أن علاقتها وبيته الأول لم تكن أبدا على ما يرام، وأنها تركت الدنيا وما فيها لأجله وأن تكون برفقته، وعليه أن يرد الدين ويحميها من تقلبات الدنيا إذا ما حدث في الأمور أمور، خاصة وأن زيجتهما منذ البداية لم تكن الخيار الأمثل في البيت المستقر، وعليه أن يتنازل قانونياً عن المنزل الكبير حتى يؤمن لها حياتها. بالفعل انصاع المسن السبعيني لرغبات اللعوب العشرينيات وتنازل قانونياً عن البيت الكبير، ليتفاجأ بعد 5 أشهر بالضبط من عقد زفاف بما لم يحسب حسابه يوماً، وكأنه كان تائها غائبا. الفتاة رفعت قضية لفسخ النكاح بينهم، والمبرر الذي طرحته في عريضة دعواها أن علاقتهما غير متكافئة، وأن رغباتها وطبيعة سنها لا يتوافقان تماما مع تلك الحياة البائسة التي تعيشها في رحابه، وأنها على استعداد تام أن تعيد المهر الذي حصلت عليه بموجب عقد الزواج على أن يطلق سراحها من ذلك الأسر الذي تعيش فيه. هنا عمت الفرحة أرجاء البيت الكبير، لكن ما ينتظرهم كان مفاجئا. عاش الرجل الأيام اللاحقة على تلك الأنباء مهموما حزينا، حتى ظن أبناؤه عبثا أنه لا يتقبل فكرة أن تتركه الفتاة في ذلك الوقت، وأن الأزمة ستمر مرور الكرام وستداويها الأيام. لكن على ما يبدو أن المسن كان في صدره السر الذي باح به قبل ساعات من رحيله، ليشكل ذلك الرحيل في نفس سكان بيته حزنين، حزن على رحيله وحزن على بيته سيعيشون دونه في الشارع. نبوءة سرعان ما تحققت بعدما حلت صاحبة المنزل الجديدة على بيتها وتمكنت منه بموجب عقد قانوني. لم تشفع المحاولات المتعاقبة في إثبات عدم صحته لتطريدهم من منزلها دون رجعة، وتعطي للجميع درسا لا يمكن نسيانه، ألا وهو حينما تقترب من خط النهاية رجاء لا تتصرف كالمراهقين.